عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا اليوم مع بريندن بيكتل رئيس شركة بيكتل الأمريكية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية لبحث سبل تنشيط التعاون بين الجانبين. وفي مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لضخ الشركة مزيدا من الاستثمارات في أنشطتها في مصر والمشاركة في عدد من المشروعات القومية الكبرى، مستعرضا المشروعات التي أقامتها الحكومة في مختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية. أما رئيس الشركة فثمن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة والتي ساهمت في تهيئة مناخ أعمال أفضل لجذب استثمارات جديدة، معربا عن تطلع شركته لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية.